أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، أهلا بحضرتك. وحضرتك ذكرت قبل كده مرارا وتكرارا فكرة العمل الصالح أنها محددة، يعني على سبيل التحديد، يعني الذين آمنوا الإيمان يشمل العمل الصالح، لكن دايما ربنا سبحانه وتعالى يخصص بعد ما يعمم. احنا أهلا بحضرتك طبعا، وأهلا بالسادة المشاهدين، وعايز أقول لك الحمد لله على السلامة من مشوار دمياط. وأتمنى أن حضرتك تكوني شفتي جزء كده فرحت بيه. طلعت أنا يوم من قولي كده 5 الصبح، روحنا بالليل، رحنا بقى أول مرة في حياتي أنزل أتفرج على الحاجات اللي بنعرضها في التقارير، أتفرج عليها لايف، وصورتها كلها تتعرض بإذن الله في رمضان في برنامج بر وفرح. أنا انبهرت على كل المستويات. أنا رحت شفت بقى وبصيت وأنا رخمة، وطلعت فوق وتحت وفتحت كل الأوض وبصيت، لأنه أنا قعدت شاهدت يعني في التقارير. إحنا بدأنا موضوع البرنامج والفقرة بتاعت البر والتقوى بدأناها وكل الحاجات دي كانت على الأرض، يعني المستشفى دي كانت طوب أحمر ومحارة وحاجات كده، وما كانش في حاجة. فأنا رحت ودخلت وبصيت واتفرجت، ورحنا شفنا المكان وكده. أنا انبهرت بصراحة، أنا اتبسطت وانبهرت، وحسيت إنه لأنه أنا هأسأل، إن أنا قاعدة في مكان يوميا الناس الأفاضل دول بيجوا يطلعوا معايا في البرنامج وبنتكلم وبنعرض، وطول الوقت طول ما أنا ماشية في الدنيا الناس بتيجي تسألني تقول يا دعاء البر والتقوى دول صح ولا مش صح، مظبوطين ولا مش مظبوطين. فأقول لهم اللي انتوا بتشوفوه أنا بشوفه زيكم، ما بعرفش أصلا أجزم، ما بعرفش اللي بتشوفوه أنا زيكم، بس أنا رحت شفت بقى على الحقيقة عشان لما أشهد أبقى شاهدة وأنا يعني شفت بعيني، ما حدش قال لي ولا صور لي. فربنا يكرمكم. وانت حرك بس كان كل تحركك في مساحة ما تجيش نص كيلو بس. كان في حاجات كتير قوي، نص كيلو دي كل ده في نص الحمد كيلو. لله. رحنا شفنا مشغل البر والتقوى، ورحنا شفنا بيعلموا فيه الستات، والقصة بتاعته حلوة قوي. انه دكتور عماد عوض وهو ماشي الصبح الساعة 5 الفجر كده في الطريق، الطريق اللي هو السريع السريع، انت مش هتتكلم النهاردة غالبا، لقى ستات من البلد ماشيين على الطريق والدنيا بتمطر، فهو عارفهم، اتاري عارف البلد كلها شكلا وموضوعا. فسأل هي دي غضبانه من جوزها ولا ايه؟ قالوا له لا، ده احنا بنروح نشتغل في بلد في بورسعيد، بيخرجوا يركبوا عربيات الساعة 5 الفجر في المطر في الطين في كده ستات، عشان يشتغلوا في بلد تانية في مشاغل او مصانع نسيج وكده. فهو قال طب وليه ما نعملش احنا في البلد هنا حاجة تخدمهم ويشتغلوا فيها؟ فعملتوا المشغل بتاع البر والتقوى. رحنا المخبز عيش قد كده، شفنا العيش بشلن، احنا بنحرق الحلقات كده، ينفع تحرق لي البرنامج اللي انا بعمله؟ تحفه، بسطنا قوي. ورحنا المستشفى وصورنا فوق وتحت. فالحقيقه الشغل على الارض ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ويرزقكم الاخلاص ويرزقنا جميعا الاخلاص يا رب. وطبعا تكريم حافظ القران، يا دي لوحدها رهيبه. قال لي احنا، انا بقى بقول لهم ايه، انا بقى عايز اشوف الحاجات دي، اصل بتطلع في تقرير، فانا عايز اشوف حفظة القران دول وعايز احضر تكريم. فروحت ببص من فوق من المستشفى بتفرج كده، لقيت الشارع مردوم ابيض، ده حرفيا اللي انا بقوله لكم ده مردوم ابيض. قلت له ايه ده؟ قال لي دي مسيره. قلت له يعني ايه مسيره؟ قال لي احنا بنلبس البنات اللي حفظوا القران الكريم، وعدد كبير جدا ابيض في ابيض، وبيمشوا في مسيره في البلد تكريما ليهم، ان دول من حفظة القرآن الكريم هم واهاليهم وراهم، وبيقعدوا في قاعة كبيرة ويكرموهم. قلت لهم هو ده الكلام ده يعني بالصدفة؟ انا جاي اصور بالصدفة ولا؟ قال لي احنا بنعمل كده على طول. فشيء الحقيقة يعني انا تأثرت جدا. ربنا يبارك فيك، ده شغل السادة المحسنين والمحسنات اللي احنا بنشرف فيه، وهو ده بقى عمل الصالحات اللي هو الاصلاح. انما الصالحات ده جزء من الايمان والاسلام.
تفكرش ان انت اما بتصوم وبتزكي وبتعمل عمره وتحج وكده دي من الصالحات، لا دي من الاسلام، اركان الاسلام. خلاص، فانت تخططها وصلت لدرجه الايمان درجه اعلى، خرجنا من درجه الايمان قال لك بقى وعملوا الصالحات. مفيش حد بيدخل الجنه الا بايمان وعملوا الصالحات. الصالحات هنا يا جماعه ده جزء من عمل الانبياء، وهو اصلاح المجتمع. انت مش عايش لنفسك، الصلاه دي ليك انت، ولو ما صليتش خلاص ما انت رحت في داهيه. فانت بتصلي لك لربنا عز وجل، بتصوم لك لربنا عز وجل، بتحج لك لربنا عز وجل، وهكذا بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده لك. انما عملوا الصالحات دي قصه تانية خالص، هي الاصلاح اللي انا بدلك عليه، ان انت تخرج ناشئ حافظ لكتاب الله وفاهم تفسيره ومعتدل على ايد الازهر والاوقاف، ان انت تبني مستشفى تفيد المجتمع، نموت وهي موجوده شغاله، يبقى ده اسمها الصدقه الجاريه. ولذلك لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصدقات قال سقي الماء، عشان انت مش هتشرب منه. دي صدقات جاريه، خلاص انت خلاص توفاك الله وهي موجوده، خلاص انت مش هيروح لك ميه، القبر بتاعك تشرب منه، مفيش كلام من ده. انما مين اللي هيشرب؟ ناس ممكن ما تكونش تعرف. انت ممكن مثلا انت من القاهره وعامل محطة تحلية مية في الشيخ زويد في شمال سيناء، عامل محطة تحلية مية في الأقصر، لا انت عارف المكان ولا انت عارف الناس اللي هناك ولا الناس عارفينك، هو ده بقى وعملوا الصالحات. جميل. اللي احنا بندلك عليه. فأرجوكوا يا جماعة خليكم معانا على 19038، ويلا نثبت لكل الناس ان احنا فعلا اسلمنا وامنا وعملنا الصالحات. طيب نروح نشوف إنجاز آخر من إنجازات جمعية البر والطاقة المصرية في الفيوم ونرجع نكمل حلقتنا. البيت كان وحش، كان مش كويس، كان مش قد كده يعني، الحيطان كانت وحشه والبيبان والمنظر كان مش حلو، ما كانش عندي شباك، عملت لي شباك الحمد لله. محرومه من البيت جدا الحمد لله، رفعت راسي في السماء الحمد لله، البركه فيكم. الجمعيه جت نظفت لي البيت وظبطت لي الدنيا وظبطت لي البيت والحمد لله. كنتش متوقع ان انا هبقى في العيشه دي، كنت بحلم ان انا ابقى عايشه في بيت نظيف كده كويس، والحمد لله ربنا عوضني خير ان شاء الله الحمد لله. كنت ما كنتش متوقع ان انا هبقى في المنظر ده، الحمد لله ربنا عوضني الحمد لله، احمد ربنا باللي انتوا عملتوه معايا. كنت بديهي ان ربنا يكرمني بالمنظر اللي انا فيه دلوقتي، ربنا استجاب دعوتي والحمد لله احمد ربنا يعني. لما جيتوني كنت طالبه جهاز لبنتي وربنا اكرمني وبعت لي الجهاز والحمد لله. ما كنتش متوقعه انه هيجي، ولو ما جاش كنت هروح انا امضي على شيك واجيب جهاز العروسه، بس الحمد لله ربنا يخليكم ويصلح حالكم، جاني جهاز العروسه والحمد لله بشكركم جدا والله. فرحتي والله مش متقدره، مش قادرة أقول لك أنا فرحانة إزاي، مش قادرة والله ما أنا قادرة أقول لك أنا فرحانة أنا وبنتي إزاي بالخير اللي أعطاني ربنا الحمد لله. بشكر جمعية البر والطاقة اللي جابت لي جهاز لبنتي الحمد لله، وقفت معايا وعدلت لي البيت الحمد لله، أحمد ربنا أنا وبناتي وفرحانة أنا وبنتي والحمد لله أحمد ربنا، وبشكركم جدا والله من كل قلبي قسما بالله. فرحانه وان انا مبسوطه ان انا عشان هنام في امان انا وبناتي من الناطره والحمد لله احمد ربنا، وبشكركم والله والله لولا زار وجعني لازغرت لم امل الدنيا زغري، متشكرين والله جدا على اللي عملته معايا. بتقول لك امل الدنيا زغريت، ودي يعني نية من النوايا المفروض الناس تستحضرها، ان احنا عايزين ندخل السرور على قلب الناس، من حقهم يعني، من حق البني ادم انه يفرح. هو انا عايز برضه اقول لاحبابنا اللي بيشوفونا حاجه، احنا ما بنحلش مشاكل الناس، احنا بنحاول نخفف شويه عن الناس. والتخفيف ده سبحان الله بيبقى بالنسبه لهم مصدر سعاده فائقه. صحيح. عايز اقول لكم بتنقلوهم من دنيا لدنيا، بتحببهم في الخير اكتر، تحسسهم بالامل، وهو ده الاصلاح اللي احنا بنتكلم عليه وعملوا الصالحات.
عايز اقول البيت انتوا شايفينه كده ممكن ما يكونش عاجبكم، لكن البيت ده انتوا اكيد فاكرين البيت كان قبل كده عامل ايه. احنا عشان نكلف بيت ونعمل خرسانات يبقى كده هنحرم على الاقل 5 بيوت نعمل بهم بيت. فاحنا بنقول احنا نفرح 5 اسر غير لما نفرح اسر، وكده امان ودفى وستر وكل حاجه. دي رساله البر والتقوى، ان انا ما مش بعمل الحاجات الفخمه قوي، لا احنا بنحاول نوظف صدقاتكم وزكاتكم، الزكاه بتاعتكم بنوظفها بشكل نفرح بيه اكبر عدد ممكن من الناس. بدل ما واحد يدعي لك ليه ما يدعي لكش 10؟ صحيح. ولذلك احنا بنختار. الحلقه اللي فات يوم الثلاث اللي فات يا استاذ دعاء كنا عارضين حاله من الاقصر الحاجه ربعه. احنا هدينا البيت الحمد لله عقب الحلقه مباشره، وخلاص اصبح الوقت عايشين في الشارع. بدانا دلوقتي بنعمل الاساسات وطالعين، فارجوكم ما تقفوش معانا، ما تقفوش وتسيبونا، عشان لازما الحاجه رابعه وزوجها واولادها اول يوم رمضان يكونوا ساكنين في بيتهم. هنقدر ما توقفوش المساعدات باللي تقدر عليه. بجنيه، قلدوا الراجل اللي بيحط كل يوم في حساب الجمعيه في البنك 30 جنيه. بس انا مش طمعان في اكتر من كده. انت مبسوط بالراجل ده قوي، فخور بيه جدا. بص احنا مشكلتنا بسيطه خالص في مصر، ان 1,000,000 بس من 104 مليون يامنوا بالفكره، يحطوا جنيه في حساب جمعيه البر والتقوى كل يوم. طيب حضرتك ذكرت رابعه اللي هي انتوا هديتوا بيتها، احنا هنعرض التقرير تاني عشان نفكر الناس. يعني رابعه دي حاليا فين دلوقتي؟ الشارع. في الشارع قاعده في خيمه كده هي وعيالها لغايه اما تخلصوا بنا البيت. البيت انتوا ما صورتوش لسه بنا البيت ده؟ لا ولا لسه معايا صور فوتوغرافيه بس. يعني احنا هنصور لكم البيت، هنوريكم التقرير اللي اتعرض الاسبوع اللي فات. بس دكتور عماد وراني الصوره انه البيت اتهد، قال لي اهو بدانا. فبس هنفكركم بيها عشان اللي عايز يدخل يدفع في بنا البيت ده يتفضل. نشوف التقرير. والله احنا في الليل في الرؤيه جيتوني، في الرؤيه انا ونايمه في الحين. يعني جيت بالعربيه زي كذا، وكنت ركبتوني قال في العربيه، قلت لكم انتوا حتبنوا لي بيت زين، قلت اهلا بينا بيت زين يا حبيبي، وخدت وعدتكم زي كذا وخدت وعدكم ومشيت. شوف القلب ايه علم بيكم، انتوا جايين نهرب غلبان انا والله يا شيخ، ولا اقول لك اسماء والله غلبان، من يعرف امه في البقعه زعلني. قلت البيت اللي قاعدين فيه والله ما هي تشربي شيء، انت شايفه المعيد البنيات ساعه تعرق عليك مع بعضها، اللي تكبس على دي تكبس على دي، وقلنا لك اشباه كانت تنام فيه بس، والعدي اللي عبد الهرب نهرب. عسى نقول خاصك لما نشوف بيت حلو يعني نقول يا رب يكرمنا ويزيد زيد اصحابه من نعيمه يعني ويكرمنا زيهم. نقول لك على فعلا يا رب نكون معي بيت زي ده الحلو، نقعد فيه نظيفه بدل الكراب والغباره يعني، صح ولا كذب؟ هاي الخبره هاي، ها واحد يقول لك ايه طيب عايشه ها زي الناس وبس، ايش نعملوا؟ عايشين زي الناس، مش نصيبنا كل واحد نصيبه على قسمه لربنا. في الجحر كنا هينا واحنا بلطنا طبعا من بلد تقطينا وبلطنا، والله قاعد زي قاعد بص راح ما خخلف عين، لا والله ما نعيد ولا حاجه. حنقول ليه لا اله الا الله. والله قاعده زي قدام البيت حتقول لي يا جد يا جد الحي تهوني بيت؟ قالت بصيت كذا راح ضربني في الشعر وعقارب وحياي وفران تاكلنا العيش وتاكل الدقيق وخلينا ولا حي. ويا حنقول عارفاش نقول ليه؟ ما عارفاش خاطرك والله، ولا تعلمش بيه يعني صراحه مكسوفه برضه وزعلانه يعني والله. يوم ما عرفت حكم الغلب نفسي من البيت. اللي تعملوه راضيين فيه ويديكم الصحه والعافيه ان شاء الله ويهدى عليكم وعلينا ان شاء الله، والله كل حاجه مقبوله منهم، اللي يجيب ربنا منهم كل زين، اللي يجيب ربنا كل زين منهم، واللي يجينا يعني بركه. قول يا رب تفرجها علينا وعلى عبادك وترزقنا وترزق عبادك، اهل الكلمه اللي نقولها يا رب، حنين علينا ورزقنا وترزق عبادك وترزقنا من ضمن، اهل الكلمه اللي نقولها والله فجر يد الصبح نقول هالكلمه دي. Thank you.
اذا كل الحيطان دي وكل الشكل ده خلاص بقى على الارض اتهد خالص. بتعمل الاساسات دلوقتي الحمد لله. تمام. رأى كده خرسانيه صغيره من غير حديد طبعا، وبنبني عليها دلوقتي البلوكات عشان نستر الحاجه رابعه وزوجها على رمضان كده. باذن الله أو باذن الله. بس ارجوكوا يا جماعه، النهارده رفضت انزل حلقه جديده عشان عايزين بقى نخلص ندخل رمضان واحنا مخلصين، وهنصورها ان شاء الله ونعرضها. ان شاء الله تتصور مع الاربع حالات بتوع الاقصر اللي سكنوا في بيوتهم دلوقتي. الحمد لله خلصوا الحمد لله. فاحنا يبقى الكاميرا راحة على الخمس. ومعانا هناك كام بيت جداد هنصورهم لسه مع الموضوع ده، بس الكلام ده هيكون بعد رمضان باذن الله ان شاء الله. لكن نبقى فرحانين، الناس دي سكنت في رمضان. الاربع حالات سكنوا، الحاجه بدريه فاكرنا الحمد لله سكنت خلاص، هي والجيران اللي حواليها اللي بيوتهم وقعوا واحنا بنهد بيتها. لسه بقى الحاجه رابعه، ويبقى احنا كده الحمد لله بعد رمضان فريق التصوير يسافر، لان نبقى كلنا مشغولين بتوزيع الكراتين وبرنامج بر وفرحه بتاع حضرتك، فما هيبقاش عندنا وقت خالص. انا هبقى معظم الوقت في شمال سيناء او المنطقه الغربيه في سيدي براني او في الصعيد، فهيبقى في حركه سريعه معانا باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، وكل ده بهمتكم وعملكم، بس خليكم فاكرين وعملوا الصالحات. عايزين نفكر الناس بكراتين رمضان، بداتوا تجمعوا وبداتوا تعملوها؟ احنا دلوقتي شغالين، بس عارفين يا جماعه احنا لغايه دلوقتي مش هنقدر نوصل ل 50,000 كرتونه. السنه اللي فاتت احنا كنا واصلين لحوالي 600,000 كرتونه. فارجوكم وخليكم فاكرين ما نقص مال عبد من صدقه. انا بهب بال 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 بالمزارعين، مفيش عربيه برتقان. الجماعه اللي زارعين بطاطس، مفيش عربيه بطاطس. مفيش شويه طماطم، مفيش شويه فول. الجماعه التجار بقى اللي عندهم رز وكده، مفيش شويه رز. الفلاحين المخزنين الرز، مفيش شويه رز كده يوحدوا ربنا عز وجل يشفعوا لك. الحبايه بتيجي يوم القيامه قد جبل احد لو انفقت في سبيل الله. ما انتش عايز شويه جبال كده من جبال احد في ميزان حسناتك؟ عايز اقول عايزين نعيد المشهد ده، المشهد ده من السنه اللي فاتت. حكيت لي على حد كان بره بصفايح جبنه باين. في ناس جايبه جبنه زي بقاله او حاجه بره، وفي ناس بعتت لنا اليومين اللي فاتوا عسل اسود. كملنا عليه دقيق وراح اماكن توزع. اتحركوا يا جماعه، انا مش عايز منك فلوس، ابعت لي حاجه من السلع اللي انت بتتاجر فيها. معايا؟ يعني انا مره مصنع بعت لي بامبرز حلو قوي. النهارده البامبرز بكام؟ لا خلاص ده رفاهيه رفاهيه. ده بيروح لاطفال فقراء. ما هو في مصنع تاني كان بعت لبن اطفال. راح برضه الحالة. بصوا يا جماعه كل حاجه اقسم بالله، وحتى ملابسك المستعمله. هو في ايه في الملابس المستعمله؟ عايزين العلاج اللي انت بتجيبه. النهارده احنا عندنا مستشفيات بنكتب العلاج وياخد علاجه وهو مروح. يبقى احنا كده قدمنا خدمه كويسه، بدل ما مده صلاحيته بتنتهي وبترميه في الزباله. فانا عايز اقول لكل الناس الصوره دي من السنه اللي فاتت، دي من السنه اللي فاتت. ارجوكوا عايزين نعيدها تاني السنه دي. ممكن ولا هتبقى صعبه؟ عندنا 16 مطبخ. ايه مفيش عليك تكفير يمين؟ مش عليك كفاره يمين؟ مفيش عليك نذر؟ مفيش عليك عقوقه لابنك؟ انت عملت عقوقه ابنك ولا بنتك ولا لسه؟ ما هو مش هيشفع لك يوم القيامه الا اذا كنت عامل العقوقه بتاعته. خلي بالكم، في وكل مولود في ظل عقيقته يوم القيامه. فانا عايزينكم عليكم حاجات كتير قوي. وبعد النهارده الاطعام مشترك في كل حاجه. طيب انت الوقت واحد يقول لك ايه، انا اقعد اجيب واوفر عشان ادي للفقراء والمساكين. لا، انت بتدي لنفسك. صحيح. لان اللي انت هتخرجه هيرجع لك عشرات أضعف الاضعاف مضاعف. صحيح. خلاص صحيح. اضعاف مضاعفه، وفي نفس الوقت بركة ورضا من ربنا عز وجل. يلا يا جماعة نشارك مع بعض عشان ندخل في دايرة وعاملوا الصالحات بإذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله.